حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد عبد الله مدير بنك الإسكان. أهلا بك في نشرة الأخبار. لو تحدثنا عن حجم الإقبال وأبرز مستجدات هذا المعرض. بدي بداية أنا أمسيكم بالخير وأشكر لكم هذه الاستضافة. بالنسبة لمعرض التمويلات الإسكانية المقام في سيتي سنتر يشهد اليوم الأخير منه، وبفضل من رب العالمين مثل ما توقعنا وحسب الخطة والأهداف الموضوع كان حجم الإقبال والمشاركة كبير جدا، ووصلت في بعض الأيام إلى 3000 زائر في اليوم الواحد. طبعا الأهم من هذه كلها استفادة عدد كبير من المواطنين من المشاريع والخدمات المتوافرة في المعرض اللي يجمع 11 شركة من شركات التطوير والوسطاء العقاريين وثمان بنوك، إلى جانب طبعا بنك الإسكان وشركة الإسكان العقارية. وهذا كله من أجل ترويج العدد من العروض السكنية وتقديم خيارات الخدمات التمويل المطورة، واللي تشمل تسهيل عقاري، تسهيل بيت العود، تسهيل تعاون، برنامج مزايا الفئة المستحدثة. وهذه العقارات كلها يعني تقدم تحت سقف واحد يستفيد منها المواطن اللي يفكر في أنه يستفيد هو من الخدمات. طبعا الهدف من هذا المعرض أيضا توصيل فكرة برنامج التمويلات الإسكانية اللي تطرحها الوزارة بشكل مفصل للمواطنين، والأغراض التمويلية الجديدة اللي استحدثتها، وخطوات الاستفادة من هذه التمويلات لتفتح خيارات تمويلية أوسع لأنماط بناء وتملك جديدة بأسقف تمويل أعلى تخدم شريحة أكبر من المستفيدين، وهي خدمة فورية ومبتكرة ومستدامة وميسرة، وتهدف إلى تقليص فترة انتظار وقوائم الانتظار. نعم الدكتور خالد عبد الله مدير بنك الإسكان، شكرا جزيلا لك.